خلي هذا خويا قريب لك هنايا. هادي رمضان. اذا مشاهدي ومتابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. هذا السيد اللي امامنا حارس ليلي في احد المناطق الطريق الساحليه رابطه بين مدينه الدار البيضاء والمحمديه على مستوى منطقه عين السبع. كان خدام في هذا الليل حتى تفاجأ بعصابه كيهجموا على الناس ديال واحد المنطقه، منين بغى يتدخل باش يحمي ذاك الناس كان غادي يكون حتى هو ضحيه ديال هذه العصابه الاجراميه. غادي يعاود لنا التفاصيل. السلام عليكم. السلام عليكم. عاود لنا خويا شنو وقع من الاول؟ خويا انا جاو شي اربعه ولا ما عرفت خمسه وقفوا عليا بالمواس. وقفوا عليك حتى انت الاول؟ مشينا الاول جايين في الطريق جايين كيصفيو في الناس. كيوقفوا على عباد الله كيجريسيو. عباد الله. وصلوا لسميتو قلت لهم اودي انا راه ماشي معاهم، انا ماشي معاهم. قال لي لا انت معاهم صافي. بقاو علي. لا دابا واش هما نازلين كيجريسي ولا نازلين كيقلبوا شي واحد ينتقموا منه؟ خويا ما عرفتش. المهم انا وقفوا عليك. وقفوا علي انا بالسلاح بالمواس. بالمواس. وشنو بغاو عندك انت؟ شنو اش قالوا لك؟ قالوا لي انت معاهم. انا ما فهمتش. انا مع من؟ ما عرفتش. هذا هو الاشكال. حيت هما سمعت بانهم كانوا باغيين يجريسيو شي وحدين وهذوك الاخرين تحاماوا عليهم كاملين صدقوا هما هربانين مشاو جابوا الحميه وجاو. هادشي اللي سمعت. منين رجعوا واقيلا جاو لك انت. قال لك زعما انت كنتي مع هذوك اللي ضربوا معاهم. صافي صدقوا بداو كيضربوا فيا انا. ضربوك انت؟ باش شنو كانوا هازين؟ مواس واحد السلاح. كانوا هازين مواس. سمعت حتى الفيزيات بصح استعملوا حتى الفيزيات تما في هذيك البلاصه. ومن بعد عيطوا للبوليس؟ جاو البوليس. جاو البوليس. شحال ديال البوليس جاو؟ بزاف. شدوهم؟ شدو منهم شي وحدين؟ لا لا هربوا. لا فين هربوا؟ فين هربوا؟ هربوا جيت الصخار. هربوا جيت الصخار. كاين شي واحد اللي يقدر يوضح لنا اكثر؟ مرحبا. اجي اخويا اجي يا سعيد. اجي يا سعيد وضح. كاين السيد اللي يوضح لكم. اجي يا سعيد عاود لنا خويا سعيد شنو وقع من الاول بالضبط؟ اللي وقع هذا خطير. قرب الميكرو شويه. السلام عليكم. كنشكروا هذا المنبر ديال شوف تي في اللي ديما كيحضر معنا. لا مرحبا. هذا واجب جميع الحالات فيما كنتصلوا كيدير التدخل. لا هذا واجب. كنشكروا رجال الامن اللي قاموا بالواجب. ايوا ندخلوا في جوهر الموضوع. انا كنت في الدار اتصل بيا واحد الصديق على واحد الشغل بيناتنا. صافي شويه عاود عيط ليا قال لي راه كاين شي مشكل. جيت انا كنجري لعندو. إذا كان ممكن توضح لنا البلاصه فين وقع هذا الشيء بالضبط؟ البلاصه هذا الشيء واقع حدا عكاشه حدا لا ميزون اودي. الطريق الساحليه. الطريق الساحليه على على تابعه لمنطقه النفوذ ديال عين السبع. النفوذ ديال عين السبع. على مدار عين السبع. المهم جيت كنتفاجئ بان الدراري كانوا جالسين تما. الدراري كيجلسوا فهمتي مجموعين تما كيتقابلوا مع البحر كيشموا ريحه البحر. كيريحوا حدا البحر ناقشوا مواضيع خدمه. المهم جيت انا كنتفاجئ بانه هادشي اصلا سمعته ديجا عيطوا ليا قال لي راه بان تما كتوقع السرقه وهذيك. قلت لهم ما يمكن زعما هذاك المكان كيريحوا فيه الناس بعقلهم كيريحوا فيه شخصيات. مكان زعما نقي نقي. ملي جيت حس ديجا خباري راه كيتكريس تما بنادم قال لي اليوم راه القضيه راه ماشي هي هذيك. جيت فعلا لقيت ناس تكريساو تما منهم واحد المحامي منهم واحد السيد جالس حتى هو شي صديقه ديالو ولا مرتو الله اعلم. المهم جالس حتى واحد ولا كيفاش هذوك هذوك يجيو كيكريسيو هكا بالعلاج كيجيو كيسكنوا تما كيعرفهم كل شيء. ماشي اسمح لي اسمح لي كمل كمل. هذوك يعرفهم كل شيء والدليل بان كاينين سمياتهم وكل شيء كاينين الناس اللي كيعرفوهم يعني اولاد الحي كيخرجوا تما كيكريسيو اولاد المنطقه. الله يعفو عليهم بنادم. اتصلتوا بالبوليس؟ هذا المشكل اتصلنا بالبوليس. جاو البوليس؟ اتصلوا العدد من الاصدقاء اللي اتصلوا ومنهم انا ملي تعيط لسال ترافيك كان الحضور في الوقت. تشد منهم شي واحد؟ لا حتى شي واحد ما تشد. هربوا حيت الدراري عاودوا لي بانهم وقفوا عليهم والدراري تا هما كاين اللي هز الزرواطه كل واحد شنو هز يعني دافعوا على راسهم. دافعوا على راسهم حيت قال لي هزين الفيزيات هزين مسطرات كيف ما كيقولوا منهم السيوفه. المهم الدراري دافعوا على راسهم هربوا. شنو داروا؟ مشاو جابوا عصابه اخرى شي 15 واحد وجاو تحدوا منهم على ذاك الحارس الليلي تحدوا منهم على واحد السيد كيدور تما غير كيترزق على الله. المهم العدد اللي لقاو في طريقهم كيتعدوا اللي لقاو في طريق كيقول لي انت معاهم جاو باش زعما كيف ما كيقولوا حنا اللي كاينين ننتقموا ما كنخافوا لا من امن لا من حتى شي حاجه. شنو كطالبوا دابا انتم اخويا؟ نطالبوا بال
بالامن. انتم جيتوا هنا حدا المقر ديال المنطقه الامنيه طوازير؟ لا، احنا اصلا الدراري داروا شكايه وحضروا الامن، وتا الامن طالبوا شي وحدين من الاصدقاء باش يمشيو معاهم يقدموا شكايه. قدموا شكايه في الدائره 34 لحدا محطه القطار. جاو دابا الدائره ديال روشنوار عاوتاني بوزيو كلان هنايا، وكنتمناو من رجال الامن يديروا خدمتهم ويحاربوا هاد المجرمين، حيت كاينين ضحايا بزاف، اللي تخسر في وجهه، اللي داو ليه ديالو، اللي بزاف بزاف. كاين شي حد باغي يتكلم اخو؟ السيد اللي كيعرف الاسم ديالو. ولكن ما خصوش يبان بالصوت. ما بغيتيش تبان. ولكن تمحيك. من ضمن ساكن معاهم ولا لا؟ ما كاين واحد السيد خوفا عليه. لا ما تبانش، ما تبانش، ما تبانش، ولكن ما تبانش الصوره ديالك. اجي الا بغيتي دوي وما تبانش وجهك. على حدايا كاين واحد السيد، واحد السيد حدايا. انت ما بغيتيش تبان، ما تبان. ما عنديش مشكل. كاين واحد السيد، انا جا وقف قدامي. قرب، انت شتي شنو وقع؟ انا ديجا دابا ثلاث ايام وقف عليهم. كنا مريحين، كيبانوا لي جايين دايرين قبي، كيبانوا لي جايين دايرين قبيات دايرين تقريبا. السن ديالهم شحال تقريبا هما؟ هما هو اللي صايقهم كبير شويه. في اللاش فين بيت هذاك مدوز بانه مدوز الصريخه، مدوز شي عصابه. اذا هادو عصابه اجراميه. ولكن ملي وقفوا على واحد الناس، وقفوا عليهم منهم واحد المحامي وتاكشي، داو لهم التليفون وتاكشي، وحنا مريحين بعاد منهم واحد شويه شويه، وما يتموا جايين عندنا. وقفت انايا حاضيهم، كيبانوا لي هزين جناوة. انا وقفت بعيد وراض معاهم بال، ملي شافوا فيا ويقول لي، قال لي انت واش واعر؟ قلت لي ما واعر ما والو اخويا، الله يحفظك. وما ينزلوا وما جبدوا جناوة وتموا غادي. ملي بحثت وعرفت واحد الصديق ديالي كيسكن في الدوار ديال بالحاج، عطاني الاسم ديالهم. عبد الله بالحاج عطاني الاسم ديالهم، منهم ثلاثة ديال الناس كنعرفوا الاسم ديالهم، العنوان ديالهم وكل شيء. إذا إلا كيتعرفوا ثلاثة غادي يجبدوا الآخرين. إذا الأمن ديال الأمن باقي ما بغاش يدير دابا المدة ديال 15 يوم، باقي الأمن ما بغاش يدير الخدمة ديالو. كيفاش؟ واش ديجا درتوا شكاية بهاد الناس؟ ديجا أسبوع دابا باش درنا رجال الأمن وعطيناهم المعلومات، وما بغاوش يديروا، باقي كيجيو بالليل، كيجيو ما بين الوقيتة ديال 9 ونص ل 11 الليل. كيدوزو ديك غريسيو تما، كيدوزو اللي لقاوه كيكريسيو اللي لقاوه. اذا هذا نداء السيد رئيس مصلحه ديال الشرطه القضائيه بمنطقه عين السبع الحي المحمدي، انه يدخل على الخط. والاسماء ديالهم راه عندنا موجوده. الصديق الا بغيتو ما تبينوش حتى واحد جار ديالهم ما بغاش يبين الصوره ديالو، غنعطيكم الاسماء والعنوان ونعطيكم الاسماء. لا، الاسماء تعطيهم للبوليس اخويا، ما عندناش حق ندوزوهم هنا. اذا انت راك عندك الاسماء، الاسماء اللي بغاوها البوليس راه عندهم منين ياخذوهم. عطيناهم الاسماء ديالهم، عطيناهم العناوين ديالهم. اذا اكيد غادي تكون مداهمه ديال المنازل ديالهم باش يتم الايقاف ديالهم. وكيتكرفصوا على الناس. اليوم حاصرناهم حنايا، ماشي ما حاصرناهمش، ملي تمو جايين حاصرناهم، ولكن مشاو جابوا عصابه اخرى منهم شي 15 ولا 20 ولا الله اعلم. بداو بالفيزيات، بداو بالمسائل والجناوه، صافي حنا نهربوا. اذا نتمنوا بان الرساله تكون وصلت للمسؤولين الامنيين بمنطقه عين السبع الحي المحمدي، وباش يدخلوا على الخط ديال هذا الاعتداء على هذه المجموعه ديال الاشخاص، اللي هذا الاعتداء اللي كيقوم به مجموعه ديال الاشخاص اللي كيكونوا اكيد عصابه اجراميه كتنشط بمنطقه عين السبع الحي المحمدي. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه. تفاصيل اكثر غادي تلقاوها على قناتكم، قناه الشعب، قناه شوف تيفي.